السلام عليكم. اليوم 24 من شهر غشت 2017. اليوم غادي نستغل هاد الفرصة اللي هي فرصة مهمة، بحيث أنه كتفرقنا وكتفصلنا على عيد الأضحى أسبوع تقريبا، لأنه عيد الأضحى كما هو معلوم لدى الجميع غادي يكون يوم فاتح شتنبير 2017. هاد النداء هذا غادي نتوجه به الشعب المغربي قاطبة. الرسالة اللي غنوجه ليه بالمناسبة ديال هاد عيد الأضحى المقبل هو أنه خصو يفكر وخصو يخمم مزيان في الوضعية اللي كيعيشوها الإخوان ديالنا في الريف. ما غاديش ندخل في المنحة في المحتوى السياسي ديال الوضعية هادي، لكن غادي ندخل في الجانب الإنساني، في الجانب الإنساني اللي هو كيتمثل في الحزن وفي الأسى وفي المعاناة وفي الألم اللي كيعانيو منها واللي كتعاني منها العائلات ديال الريف اللي ولادها موجودين في السجن الآن، سجن عكاشة في الدار البيضاء. فهاد العائلات هادي نادات وخبرت المجتمع المغربي بأنها ما غاديش تعيد هاد السنة هادي لهاد السبب، لأنه كتعتبر أنه العيد بدون الحضور ديال ولادها قدامها فهو عيد اللي غادي يكون ناقص طبيعة الحال. وهذا كيخص كل واحد يكون كيتفاهمو، لأنه أي واحد اللي فقد شي واحد من العائلة ديالو سواء عبر وفاة ولا مثلا اختفاء غير واضح إلى غير ذلك، ما كيكونش الاحتفاء ديالو بالعيد احتفاء اللي هو كامل. فإذا خصنا نوضعوا نفسنا في الوضعية هاد العائلات ديال المعتقلين اللي موجودين الآن في عكاشة، المعتقلين ديال الحسيمة وديال الريف. هما ما كيرغموا بطبيعة الحال حتى على شي واحد أنه يواكب هاد النداء ديالهم، يعني هاد القرار اللي خداوه هو في الحقيقة ماشي نداء، هو قرار خداوه حر وهما أحرار فيه، وما كيطلبوا حتى شي واحد وما كيرغموا حتى على شي واحد أنه يواكب هاد القرار هذا اللي خداوه هما، لأنهم كيعتبروا كما قلت في البداية أن لا عيد لهم بدون حضور أولادهم، خصوصا كاين بعض الشباب اللي وفاته المنية بحال مثلا العتابي وبحال مثلا الحداد، اللي طبيعة الحال ما غاديش نقدروا نقولوا حنا بعد 10 ايام ولا 20 يوم اللي العائلات ديالهم تلقاو الجثث ديالهم قادمين من الرباط ما نقولوا لهمش لا خصكم تعيدوا وخصكم تشاركوا المغاربة في الافراح ديالهم، هادشي ما يمكنش. وبالتالي خصنا نتفاهموا على الوضعية هادي، حتى واحد ما مرغم انه يواكب ولا يدخل في هذه العملية ديال المقاطعة، لأنه هي في الحقيقة غير ماشي مقاطعة، لأنه العائلة ديال المعتقلين ما طالبين أي مقاطعة وما طالبين حتى شي واحد يواكب هذا القرار ديالهم. إذن باش كل الأمور واضحة. من جهة ثانية أي واحد مننا كما بغات تكون الوضعية ديالو وكما بغات تكون القوة اللي كيمتلك، فغادي يكون طبيعة الحال موجود في نفس الوضعية اللي كيعيشوا هاد الناس ديال الريف. إذا لا قدر الله ضاع له شي واحد من العائلة ديالو ولا مات ليه مثلا باه ولا مو ولا اختو ولا غبر ليه شي واحد من العائلة ديالو ولا غرق ولا اختفى إلى غير ذلك، فغادي يكون العيد غير مكتمل، وغادي يكون العيد ماشي هو العيد اللي غادي يفرح فيه الإنسان وغادي يطرب وغادي يغني وغادي يدير المراسم اللي كنعرفوها اللي كترافق عيد الأضحى والأعياد كلها. هذا من جهة. وبالتالي بالنسبة للشعب المغربي اليوم أمام هذه الوضعية ديال العائلات ديال المعتقلين السياسيين، غادي يكون من المهم ومن المهم جدا أننا نتضامنوا معهم. أننا نتضامنوا معهم كيفاش؟ أننا نتضامنوا معهم لأنه كاين سوابق اللي حدثت في المغرب ولأسباب عدة ولمرات عدة الشعب المغربي ما ضحاش لأنه كانت أسباب قاهرة اقتصادية
ولا اسباب متعلقه بالجفاف الى غير ذلك. ورتأى الملك الحسن الثاني حينها انه يطلب من الشعب المغربي ما يضحيش لهذه الاسباب هذه، وهذه مساله سابقه. ويمكن نمشيو كاع بعيد ونقولوا بانه حتى الانسان اللي ما عندوش الامكانيه الفلوس باش يمشي يحج، ولا الفلوس باش يخليو من العائله ديالو اللي هي فقيره في الوقت اللي غنمشي يحج، ولا مريض، ولا الى غير ذلك، فهو غير مرغم انه يمشي للحج، لانه هي في الحقيقه فريضه من الفرائض الخمس، ولكن لمن استطاع اليه سبيلا. فبالاحرى العيد الكبير اللي ما هوش فريضه في الحقيقه هو سنه مؤكده، وعلى جميع المسلمين انهم يحترموا الاداء ديالها، لكن كاين ظروف اللي كتحتم بعض المرات على شعب ولا على مجموعه ولا على مدينه ولا على قبيله انها ما تعيش لسبب من الاسباب اللي كتكون اسباب قاهره. ولهذا التضامن ديالنا مع هاد الناس ديال الريف غادي يكون مهم، ومهم جدا، خصوصا وان كنواخذوهم بعض المرات كنقول لهم كيف يعقل ان الناس ديال الريف كيتهمونا باننا ما منضمنيش معهم، وكيقولوا بانهم هما كيعتبروا نفسهم امام عدم التضامن ديالنا معهم كيعتبروا نفسهم بعادين على الشعب المغربي الى غير ذلك. فلا تكون فرصه اننا نرد لهم الاعتبار، واننا نعطيهم هذه الرساله اللي هي غتكون رساله قويه بالنسبه لباقي الشعب المغربي، ان الاخوان ديالنا في الريف اننا معهم، واننا كنعتبرهم طرف من الشعب المغربي، المهم المنا ومعاناتهم معاناتنا، والالم ديالهم الالم ديالنا، والحرقه اللي فيهم حرقه ديالنا. فغتكون هذه الرساله رساله قويه، وقويه جدا. اللي بغى هذه المساله غير مرغم بها اي واحد، لكن لانه هذه السنه هذه هي سنه عين كفرض عين، كل واحد يخصو يؤديها. لكن امام هذه الوضعيه هذه حنا مطالبين اليوم باش نمدوا يدنا وقلبنا وعقلنا اخواننا اللي موجودين في الريف، ونتضامنوا معهم ونرسلوا لهم هذه الرساله هذه اللي غادي يحسوا بها كرساله قويه، اللي غادي تشعل منهم انهم غدا يحيونا ويحيوا هذه الالتفاته الجد مهمه اللي غادي نرسلوا لهم اليوم. وشكرا لكم.